السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرحلة مرة تانية. الدرس العاشر إن شاء الله من سلسلة دروس ال HTML. إن شاء الله الدرس ده هنتكلم فيه عن الفورمز. الفورمز مهمة جدا في ال HTML، خصوصا الناس لما بتستخدم ويب سايت يبقى فيها داتا انتري مش ستاتيك ويب سايت، يبقى لازم تستخدم الفورم. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن كام حاجة في الفورم كده. الفورم مش هيكفيها درس واحد، فإن شاء الله هنعملها على درسين أو ثلاثة على حسب ما نبدأ إن شاء الله. بسم الله، هنفتح الدرس الثالث العاشر، نعمل edit. تمام، احنا دلوقتي عاوزين نعمل فورم، يبقى هنكتب الكود الاساسي بتاعه فورم. تمام، ونقفل الفورم. تمام، طيب ايه اللي بنكتبه جوه الفورم؟ تمام، في كذا حاجه بنكتبها جوه الفورم، اشهر واهم حاجه فيهم كلمه انبوت. انبوت دي اهم حاجه في الفورم، لان هي اغلب الفورم بيكون عباره عن انبوت. تمام، وانبوت دي بتتغير شكلها او بيتغير استخدامها على حسب التايب بتاعها. تمام، يعني شكل الانبوت دي بتبقى عامله ازاي؟ انبوت سلاش انبوت شكلها. تمام، ايه التايب بتاعها؟ بيتكتب هنا كده يساوي. تمام، حسب التايب اللي بكتبه في المكان ده، تمام، بيغير طبيعه عمل الانبوت دي خالص. يعني ممكن اكتب في المكان ده كذا حاجه بكذا وظيفه. ممكن اكتب بوتن يبقى زرار، ممكن اكتب تشيك بوكس تبقى تشيك بوكس، او كلر تبقى كلر كلر بيكر، او ديت. تمام، او ايميل، او مثلا اخليها ايه تاني، راديو بوتون، او سبميت، او سيرش، او تليفون، او تكست، او باسورد. تمام، او تايم، او يور ال، كتير كتير جدا. تمام، احنا النهارده هنتكلم عن جزء منها وهنتكلم عليها تفصيلا المره اللي جايه. تمام، اهم حاجه طيب الانبوت بيختلف وظيفتها على حسب تايب. يعني دلوقتي انا لو كتبت انبوت تايب تكست، دي كده بقت عباره عن تكست، تكست بوكس عادي خالص خالص. تمام، لو انا دلوقتي عملت تكست بوكس اسمه كده مثلا، اسمه هنكتب مثلا قبله مثلا first name. تمام، انبوت تايب كذا فاليو اللي هي قيمة الحاجة الافتراضية. تمام، فاليو انتر سكند نيم فيرست نيم، والتانية تبقى فاليو يساوي انتر يور سكند نيم. تمام، هي المفروض بكتب فاليو ليه؟ ان انا بقول له القيمة الافتراضية اللي هتكون جوه التكست بوكس ده اسمها كذا. تمام، فتبقى القيمة دي بتبقى جوه حاجة اسمها فاليو. تمام، بسيف، انا سيف. تمام، احمل البراوزر، سيف اهو بقت جواها. بقى له هنا انتر يور فيرست نيم، نمسح تكتب اسم اسمك، وهنا تكتب الاسم التاني. تمام، طيب نحط بينهم بي ار عشان يبقى ده في سطر وده في سطر. تمام، طيب تمام كده انا عملت اتنين انبوت. تمام، بس عشان الديفلوبر هيجي ياخد مني الويب سايت بتاعي عشان يشتغل عليه مش هيعرف ينده عليهم، لازم ادي كل واحده اسم، لازم اديها اسم. تمام، فباجي هنا كده اقول له نيم يساوي فيرست نيم. تمام، وهنا يبقى نيم يساوي لاست نيم. تمام، سيف. تمام، الاسم لاست نيم وفيرست نيم ده ما بيظهرش، بس يظهر للبروجرامر او الديفلوبر اللي بياخد منك الموقع او السكريبت اللي انت عامله عشان يشتغل عليه، لازم ينده على الحاجه دي. فعشان ينده عليها بينده عليها بالاسم بتاعها. تمام، احنا ممكن نيجي هنا برضو. الفورم لازم يكون تنسيقه متظبط عشان خاطر اليوزر يعرف يستخدمه. تمام، يعني ده حاجه يوزر انتر اكت، اليوزر بيستخدمها. تمام، فلازم تظبطها عشان يوزر يعرف يستخدمها. طب كده كويس. تمام، فيرست نيم وسكند نيم
تمام. ده كده مثال بسيط للفورم. طيب نحط له مثلا زرار عشان يعمل بيه سبميت هنا، برضو انبوت انبوت تايب يساوي سبميت تمام. بعد كده فاليو قيمة السبميت دي بقى ايه؟ يساوي سبميت تمام، وهنقفل الانبوت تمام. الانبوت مش شرط اقفلها، يعني هي قفلتها، هو الكومباتبل الافضل دلوقتي انت ما تقفلهاش، يعني ملهاش قفل تمام. الكومباتبل الافضل ان انت ملهاش قفل تمام. هتسيف بقى عندك الزرار بتاع سبميت تمام. تمام يعني دلوقتي تدخل الاسم، بص هنا الاسم مثلا جو مثلا احمد، والاسم التاني عدلان. بص كده لما ادوس سبميت بيقول لك هنا على طول اخد الفيرست نيم تمام. جوه احنا مسمين اسم اول بوكس ده مسمينه جوه اسمه ايه؟ مسمينه جوه فيرست نيم تمام. افتح لكم برضو هنا الكود عشان تشوفوا احنا مسوين اول واحد الانبوت الاولاني اسمه هنا اهو، اسمه فيرست نيم. فهو بعد ما انا دوست سبميت فقال لك ايه؟ بعت كده، معناها ان هو بعت الفيرست نيم اللي هو ده، الفاليو بتاعته بقت احمد تمام، بدل ما انا كنت حاططها كده بقت احمد لما انا كتبت له هنا احمد تمام. واللاست نيم تمام اللي هو ده، الفاليو بتاعته كانت انتر يور سكند نيم، بقت عدلان لان انا دخلتها عدلان وبعد كده دوست سبميت. فالقيمه اللي هتروح للداتا او للداتابيز تمام اسمها احمد عدلان، يعني هيتسجل في الفيرست نيم احمد وفي السكند نيم او اللاست نيم عدلان تمام. وصلت فايده النيم ايه؟ النيم ان هو انا بعرف ده فين تمام، مين رايح فين تمام. ده شكل مبسط جدا للفورم. طيب نبدا بقى نكمل بقيه الحاجات اللي في الفورم. اول حاجه ممكن نستخدم مثلا راديو بوتوم تمام. الراديو بوتوم ده اللي هو ايه؟ لو انا عندي مثلا، هنكمل في نفس الفورم ده زي ما هو، مثلا نيجي هنا نكتب مثلا انبوت، اسف تايب يساوي مثلا راديو تمام، واقول له نيم يساوي جندر تمام، ومثلا شيكت تمام ده الراديو. مثلا نعمل واحد تاني زي ما هو، بس هنشيل كلمة تشيك لما ينفعش يكون كذا واحد تشيك تمام. ما ينفعش يكون كذا واحد تشيك في نفس النيم، في نفس النيم تمام. والراديو بوتوم هنا هندخل لسه فيه الفاليو واسمه تمام. يعني مثلا ده هيبقى اسمه مثلا ميل ميل، وده في ميل، اسف تمام، وده مثلا اذر ماشي. انا اخترت ثلاثة ليه اصلا؟ ماشي. هنا اجي هنا فاليو، قلنا لازم نحط له فاليو افتراضي، بس ده مش هيبقى افتراضي، ده لما هو يعلم على الراديو بوتوم. انت عارفين الراديو بوتوم اللي هو ايه؟ اللي هو الزرار اللي هتشوفه دلوقتي تمام. لما هو يعلمه الموقع هيبعت الداتا دي اللي في كلمة value تمام. الفورم هيبعت الداتا اللي في كلمة value اللي هي مثلا هنا ميل، ان انا كاتب ميل، انا كاتب له هنا ميل تمام. تمام وهنا value تمام يساوي
يساوي فيميل، تمام، ويجي هنا في فاليو يساوي other، تمام. خلاص كده بقى الراديو بوك، الراديو بوتوم ده بقى input type radio name، سميناه مثلا احنا هنا الجندر، تمام. الفاليو بقى ميل او فيميل او اذر، تمام. هو احنا عاملين تشيك ده على ميل عشان يبقى ديفولتد ميل، تمام. هو عاوز يغير يغير، تمام. وهندوس سيف ونشوف هنا عمل ايه. تمام، دلوقتي عمل الراديو بوتوم هو الدوائر دي، تمام. كتب جنب كل واحده الحاجه اللي انا كاتبها جنبها تحت اهو. بص انا دلوقتي كاتب له ميل وفيميل واذر، فكتب جنب كل راديو بوتوم لغايه هنا كده الراديو بوتوم ده، الراديو بوتوم كله هو الدايره دي، تمام. والكلمه ايه اللي انا كاتبها بعدها؟ ميل في ميل اذر، تمام. فانا قلت له الميل، تمام، الميل تشيكت، تمام. لو انا دلوقتي عملت تشيكت على الفيميل هيبقى فيه فيميل، تمام. يعني مثلا هنا كتبنا مثلا نختار ميل مثلا يبقى احمد، وهنا عدلان، وندوس سبميت. بص زود ايه بقى فوق، بقى الفيرست نيم احمد واللاست نيم عدلان والجندر ميل، تمام. خلاص كده انا عشان اخلي التشيك بوكس او اضيف الراديو بوتوم دي هما الثلاثه دول اخليهم عباره عن اختيار واحد، يعني اختيار واحد يعني اختيار لحاجه واحده اللي هي الجندر، تمام. خليت اسميهم هما الثلاثه، تمام. تمام كده مفيش مشكله. يبقى احنا كده عملنا الفيرست نيم واللاست نيم والجندر، تمام. ممكن دلوقتي نعمل مثلا ممكن بقى ننسق شويه الفورم ده او نعدل له، ننسقه شويه الاول، تمام. ننسقه، نيجي على الفورم هنا، بعد الفورم هنعمل حاجه اسمها فيلد ست، فيلد ست، تمام. وهاجي هنا تحت بعد السبميت اقفلها فيلد ست، تمام. وهاجي اعمل له هنا كده ليجند، تمام، واقفلها، اقفل تحت برضو، لا انا اقفلها فوق، تمام. الليجند دي مثلا your personal data، تمام. وهندوس سيف وهنشوف ايه اللي حصل. اول حاجه انا عاوز ادي هنا بي ار بس عشان ايه يبان ان احنا عملنا حاجه مختلفه، تمام. هنسيف ونعمل هنا ريفرش. الفيلد سيت عملت ايه؟ عملت الخط المربع الكبير اللي حوالين الفورم، تمام. والليجند عمل كلمة بيرسونال داتا، تمام. الليجند ده عمل كلمة بيرسونال داتا، تمام. يبقى احنا كده عملنا فور كامل، تمام، وعملنا جواه فيلد سيت، تمام، واسمها او الليجند بتاعها اللي هو البيرسونال داتا، جواها فيرست نيم وتدخل الفيرست نيم بتاعك وسكند نيم، تدخل سكند نيم بتاعك، تختار الجندر بتاعك وتدوس سبميت. نتكلم على السيلكت. السيلكت دي اللي هي الدروب داون منيو او الدروب داون ليست، تمام. احنا كده عملنا ثلاث حاجات. هنعمل اختار، نخليه مثلا يختار الجنسيه او البلد بتاعته، تمام. هنيجي هنا قبل الـ قبل الانبوت، هنيجي هنا ونعمل حاجه اسمها سيلكت، حاجه اسمها سيلكت اليمنت، تمام. هنعمل سيلكت، هي سيلكت يعني اختيار، اختيار، تمام. انا عاوز اعمل قائمه اختياريه اللي هي الدروب داون منيو، تمام. الاوبشنز اللي كل فيها يعني اوبشنز اللي كل فيها يعني كلها اسمه اوبشن، تمام. طيب الاوبشن
اي حاجه قلنا بنختارها في الفورم لازم يبقى لها فاليو. تمام، هاجي هنا في الاوبشن هيبقى ليه فاليو ماشي بتساوي، وهنكتب هنا اسم الاوبشن. تمام، طيب هنكرر ده كذا مره عشان احنا القايمه هتبقى فيها كذا حاجه. مثلا اول حاجه هتبقى ايجيبت، مثلا يو اس اي، مثلا كندا، مثلا ايه تاني، تشاينا، وهنكتب نفس الكلام في الاختياري، في الاختياري اسف، عشان هو يختار من القايمة والفاليو بتاعتنا تبقى نفس الاختيار اللي هو اختاره. تمام، هنسيف. لسه ما قلنا لهاش نيم، ما ادتلهاش نيم صح، الاوبشن دي ما خدتش نيم، او السيلكت دي اسف ما خدتش نيم. الاوبشنز هي دي الفاليوز، انما النيم بيتاخد على السيلكتور اللي هي الكومن الامر كله اللي هو دي كلها السيلكت دي كلها زي الانبوت. تمام، فهنديها نيم تساوي مثلا ناشونال. تمام، ناشونال ناشوناليتي مثلا، وعاوزين ايه تاني بس كده. طيب سيف، هنيجي هنا ريفرش، هنعمل بي ار عشان تبان بي ار. تمام، هندوس كده القائمة، نختار في عندك ايجيبت ويو اس اي وكندا وتشاينا، مثلا نختار كندا ونكتب مثلا احمد، مع ان انا مصري يعني، بس هنجرب عدلان ميل كندا سبمت. دلوقتي بقى بيتبعت من الفورم ده للداتا بيز اللي راح هناك الفيرست نيم احمد والسكند نيم عدلان والجندر ميل والناشوناليتي كندا. تمام كده، انا قدرت ابعت بيانات من الفورم او من صفحه الويب بتاعتي رايحه للداتابيز او رايحه للديفلوبر اللي هيتعامل هو هيتعامل بيها. تمام، طيب في اوبشن تاني في القايمه دي ممكن نستخدمه، ان انا مثلا اخليك تختار خيارين. يعني مثلا لو القايمه دي مش ناشوناليتي مثلا، او القايمه دي مثلا فودز، وانا هنا جيت قلت له مثلا توميتو، جيت هنا قلت له باستا، وهنا بيزا. تمام، بيزا. تمام، وهنا مثلا رامن. تمام، وجيت قلت له الحاجات دي كوبي بيست جوه. تمام، لو انا قلت له جيت هنا كده قلت له ملتبلاي ملتبلاي، دوست له سيف كده، انا قلت له يقدر يختار كذا اختيار من دول. تمام، انا جيت هنا ودوس ريفرش هنلاقي القايمه اتفردت. يعني ممكن دلوقتي اختار اكتب مثلا هنا احمد، تمام، وهنا عدلان ميل، ومثلا اختار باستا وبيتزا وندوس سبميت. تمام، وهنا هعمل ايه، قال له فيرست نيم احمد والسكند نيم عدلان والجندر ميل والفودز. تمام، باستا والفودز تاني بقت بيتزا، فانا بقى كده معايا اتنين اختيار في الفودز. تمام، لان انا خليت الدروب داون منيو دي مالتيبلاي تشويس. تمام، طيب هي دلوقتي القايمه دي فيها كام واحده، 1 2 3 4. انا ممكن اخليها تعمل ليميتيشن للحاجه اللي هتظهرها، يعمل له سايز سايز يساوي مثلا 2 2. تمام، وادوس سيف نجرب كده، مش هيظهر لي غير 2 بس، وانا هقلب بالسهم كده عشان اجيب الباقي. تمام، ده لو المساحه قليله مثلا معايا، او ممكن احط اخلي السايز واحده بس. تمام، وسيف
ومثلا اختار كده مثلا وانزل واختار مثلا بيتزا كده، تمام، حسب ما انت محتاج في الموقع. تمام، اتكلم عن حاجة تاني قبل ما ننهي. احنا ممكن نعمل جروب للحاجات اللي جوه دي مثلا، يعني مثلا هنا للجو للاوبشنز اللي جوه، تمام، حاجة اسمها اوبشنز جروب، اسمها اوبت اللي هي اوبشن، اسف، اوبت اوبشنز جروب، ماشي، واروح قافل واجي تحت مثلا بعد اتنين هعمل هنا اوبشنز جروب، اسف، باك سلاش اوبشنز اوبت جروب، تمام، وهعمل كمان واحدة كده. انا عملت اتنين اوبشن جروب. اول اوبشن جروب اخليها مثلا اعمل لها حاجة اسمها ليبل، الصوص، ما اعرفش الصوص كده صح ولا لا، تمام، والتانية مثلا ليبل يساوي هنا مثلا other اي حاجة، سيف، وتيجي نعمل ريفرش، نخلي السايز بتاعها بس كبير عشان نشوف، تمام، او نلغي المالتي باي خالص عشان نشوف كل حاجة، ماشي. كده لما تيجي تفتح القايمة بقى في عندك زي عنوان اسمه الصوص، الحاجات اللي فيها الصوصات، واختار مثلا جواها التوميتو والباستا، وبعد كده الاذر اللي هي البيتزا والرامن، تمام، الاذر ما ينفعش تختارها والصوص ما ينفعش تختارها، هي مجرد زي تايتل او تقسيم للحاجات الاختيارات اللي جوه، تمام. احنا كده خلصنا جزء من الفورم، كده احنا عملنا فورم بسيط خالص، تمام، في الاسم والجندر والكلام ده كله، تمام. عاوزين بقى نعمل حته اسمها تكست اريا، تمام. طيب نيجي قبل الاخير هنا، مثلا لو انا عاوز اعمل للراجل يكتب مثلا، اقول له يكتب نوتس كده، واقول له تكست اريا انا كده عملت له النوتس وتكست اريا، تمام، وناخد البي ار هنا اهي برضو، والبي ار تحت، تمام، دي ار سيف، كده عملت له النوتس وتكست اريا، ممكن تكتب فيها النوت بتاعتك، تمام. طيب احنا برضو لازم نحط لها نيم عشان تروح الناحية التانية تتبان، تمام، هيبقى نيم يساوي نوتس، ماشي. بعد كده انا ممكن احدد حجم النوت قد ايه، يعني ايه حجم النوت قد ايه، يعني الحجم ده قد ايه، اخليه مثلا طويل كده وقت هنا، او اخليه طويل كده مثلا، اقول له روز اللي هو عدد الصفوف، تمام، بيساوي الروز، اسف، دبليو اس بيساوي مثلا 5 صفوف، تمام، والكولوم بيساوي مثلا 10 كولوم، تمام، سيف، نيجي هنا سيف، بص بقى كده 10 أعمدة و5 صفوف، تمام، لا استنى، الكولوم دي بتهيألي غلط، عشان كده دي مش 10 كولوم خالص، ايوه هي كده سي او اس، تمام، ونسيف، تمام. خليها هنا مثلا 80، سيف، تمام، كده بقت النوتس كبيرة. نجرب بقى الفورم لآخر مرة، أحمد عدلان ميل مثلا بحب الباستا، النوتس thank you you for watching، تمام، submit كده بقى، قال لك فوق الداتا اللي هتوصل للديفلوبر، الاسم احمد، اللاست نيم عدلان، الجندر ميل، الفودز باستا، تمام، النوتس ثانك يو فور واتشنج، تمام، هي بتكتب كده، هي بتكتب كده، هي البراوزر لما بيجي يكتب كلام جنب بعضه بيضيف زائد ويضيف ده الايموشن كتبه كده. اتمنى ان تكونوا استفدتوا النهارده واستمتعتوا بالدرس.
ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على شويه حاجات في الانبوت برضو، حاجات تانية اللي هي ديت بيكر مثلا، والكالر بيكر، كذا حاجات تانية هنتكلم عنها ان شاء الله المره الجايه. الفورم لسه ما خلصتش، انت كده عرفت تعمل فورم بسيط جدا، تمام؟ لسه في شويه حاجات فيه ادفانس شويه هنتكلم عليها ان شاء الله المره الجايه. وما تنسوش تتابعوا الدروس اللي فاتت واستنونا في الدروس اللي جايه، ومتشكرين على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.